الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل قليل كنت أسير في الممر بجانب مقبرة اليوسفية، فإذا بنساء كبيرات في السن رفع الله قدرهن، تقول إحداهن أن والدها حينما اشترى المدافن عاد إليهم وقال: اشتريت لكم فيلا. قال: اشتريت لكم ايش؟ فيلا. فمن عرف أن هذه الفيلا منتهاه إليها القبور كيف يبخل؟ ولازلنا نقرأ في كتاب ذم البخل، ذم المال وذم البخل، طبعا مع بيان ما قاله الإمام الغزالي: فمنه المال ما يمدح ومنه ما يذم، يعني باستخدامه، كيفية استخدام هذا المال. وبدأنا القراءة في بيانه أو من بيان ذم البخل، وكاننا ذكرنا حديثا هو حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات. ظلمات متى؟ يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ونتم القراءة الآن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة بخيل ولا خب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، الغشاش المتحايل المحتال، ولا خائن ولا سيء الملكة، وفي رواية: ولا منان. رواه الترمذي وحسنه. والشاهد في الحديث: لا يدخل جنة بخيل، يعني طبعا إذا كان بخله أدى إلى كفر النعمة وإلى وإلى وإلى، ولكن بشهادة لا إله إلا الله إن شاء الله يدخل الجنة. نعم، بس كنا هي يخبه المحتال، يعني والخداع، يعني لست خداعا ولا الخداع يخدعني، لست خداعا ولا الخداع إيش يخدعني. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وفي رواية: ولا جبار، وفي رواية: ولا منان. طبعا المتجبر في الأرض الظالم مآله وخيم، الظالم ينام والمظلوم يظل صاحيا يدعو عليه، يظل يدعو إيش عليه. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وكأن للشح، للبخل عليه سلطة، عليه إيش سلطة، يعني يحكم عليه فيطيعه. وكأن الشح هو الآمر الناهي: لا تعطي، لا تقدم، لا تصدق، لا 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 لا، فأصبح كأن عليه إيش سلطان. وورد أيضا إن الله تعالى يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني، والبخيل المنان،
والمعيل المختال الفقير الذي إيش مع فقره يتكبر يختال، والبخيل المنان على بخله ويتمنن على الناس وكأنه يتمنن بما لم يدفع أو إذا دفع الشيء القليل، والشيخ الزاني وهي أولها. الأصل فيها أن تكون قد هدأت هذه الشهوة عندهم، هدأت بل إيش ماتت أو كادت. يعني قال بعض العلماء ذهب عهد الشباب، قال وكأنه نوع جنون، يعني يدفع الإنسان فيفعل كذا وكذا. طب الشيخ ألم يصل إلى سن الحكمة؟ ألم يصل إلى ألا يتعظ؟ ألا بدأت الأشياء فيه تموت، بدأت وظائف الأعضاء عندهم مالها تموت. هذا بصر ضعف وقد يضعف لدى الأطفال، وهذا سمع ضعف وقد يضعف لدى الأطفال، لكنه في الكبار إيش أكثر. والقدمان ما عادت تحمل صاحبهما كثيرا أو قليلا حتى في بعض الحالات، وتأمر أنت الرجل لتنتقل خطوة فتنتقل نص خطوة أو لا تنتقل، وإذا أكل ارتفعت نسبة الحموضة، ارتفعت نسبة السكر، ارتفعت نسبة الدهون، ارتفعت وارتفع الضغط وارتفع الفاتورة وارتفعت بدأت الأشياء تموت. يعني يعقل مما لا شك فيه. بسيطة، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، ما في بسيطة. ذكرها قلها استحي، إن لم تقتلي تموتي، إن لم تقتلي تموتي. يعني حينما سمعت هذه المرأة تقول عن الفيلا عن القبور، تذكرت والد رحمه الله ورحمة أم السيد محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول تحت السور. احنا أهل سلوان، أين ندفن؟ تحت السور. فكان يقول تحت السور، فقلت في عقلي طبعا هذا من باب النكاية السياسية، يعني أقول تحت السور، تحت السور مش تحت السور، وهناك سنكتب على الجدار إيش القدس لنا، القدس إيش القدس لنا. سبحان الله. نعم قال المهلب عن هذا الحديث، قال لا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض إلى الله من أهل الكفر، لا يجوز أن يكون هؤلاء يعني الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل المتكبر هذا المختال، لا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض الله عز وجل من أهل الكفر، لأن لازال هذا عنده إيش لا إله إلا الله. كيف شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر الصحابي شارب الخمر أنه يحب الله ورسوله؟ والحديث التالي أصله متفق عليه، مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، من الثدي إلى الترقوة. فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه تخنقه، تقوم بخنقه، فهو يسعها ولا تتسع، هو بده يتنفس. البخيل دائما يبدو إيش مقطوع نفسه. نعم حينما يرى قضية الإنفاق يموت، حينما يرى قضية الإنفاق ماله تخرج روحه. قيل عن الشجاع والكريم، لأنه مدام أن البخل والجبن وردا معا في
استعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبن ومن البخل، فيكون الكرم والشجاعة معا إن شاء الله. قيل الشجاع يموت مرة واحدة في حياته، والجبان يموت مرات. كل ما سمع صوت، كل ما حصل شيء، دائما إيش؟ ميت خوف. وهكذا البخيل وهكذا الكريم. لا يفوتنا أن كل صباح جنج الملكين، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. كيف يكون مؤمنا يصل لدرجة الإيمان ويكون بخيلا؟ استحالة، استحالة. يعني قرأنا في الأمس: منع الموجود سوء ظن بالمعبود. منع الموجود سوء ظن بالمعبود. ما تفكر هذا بيكذب عليه لما يصير هو يقول هذا كذاب، ليش عقله؟ إذا اشتهر إنسان بالكذب وبالاحتيال أو بكذا، ولو كان في المسجد الأقصى ويحتال، ما يكون الإخوة العظيم خير اللي من بيجونا من الشمال، ما شاء الله عنكم، كثير منكم بيعطي للشحاذات المحترفات اللي على الطريق، وصوهم في البساطة، يعطوا للجان الزكاة الفقراء، وصوهم بده يعطي، أعطي للجنة الزكاة، يعطوا للفقراء، أسر مستورة لا يقعدون على الطريق، واضح؟ وصوهم. احنا نقول اعطي واعطي اكثر، ولكن ايش؟ المكان المناسب. رواه الترمذي وقال غريب. وفي حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم فإن ظلم ظلمات، إياكم الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم الشح البخل فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أمرهم بالكذب فكذبوا، أمرهم بالظلم فظلموا. أخرجه الحاكم: وبلفظ وبالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بإسناد جيد. شر ما في الرجل شح هالع، يجزع، يجزع حينما يرى الإنفاق، يعني يموت خوفا من هذا الإنفاق كالجبان يخاف من المعركة. وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه ضعف، ولكن تحدث في المعنى. فبكته باكية فقالت: وشهيداه. فبكته باكية، امرأة بكت عليه وقالت: وشهيداه. واللي بتقول يا جملي، واللي بتقول يا مفرقش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدريك أنه شهيد، فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا ينقصه أو لا ينقصه، يعني لها هنا وجه، لها هنا وجه، والله أعلم. فلو قالت إن شاء الله هذا هو الصحيح، ولو قالت إن شاء الله، لأنك لا تعلم، لأن الرجل يقاتل حمية، يقاتل حتى يقال شجاع، يقاتل. وروى البخاري
حديثا قال: قال جبير بن مطعم: بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، مقفله من حنين، حال عودته من حنين، علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، يعني يطلبون منه إيش؟ المال. حتى اضطروه إلى سمرة، شجرة ذات شوك، فخطفت رداءه، يعني رداءه علق بها الشجرة الشوك. أنا ما تبادر إلى ذهني إلا شجرة واحدة هناك في الجزيرة يقال لها العسويج، لكن الله أعلم، الله أعلم، شجرة ذات شوك. فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالذي نفسي بيده، لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدون بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. عدد هذه العضاة، يعني قد تطلق هذه على نوع من انواع السحاري، والصحراء ما لها ايش، يعني يكاد عددها يعني لا يعد ولا يحصى. فلو كان له هذه الاموال ايضا لاعطاهم اياها كلها. وفي حديث رواه مسلم قال عمر رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: غير هؤلاء كان أحق به منهم، في أفقر، في أصحاب الحاجات، لعله يقصد المهاجرين اللي أحوالهم المادية مالها تعبان، لعله فقال: إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث قال العراقي عن رجاله، عن رجال أسانيده ثقات: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ثمن بعير، ثمن بعير، فأعطاهما دينارين، فخرجا من عنده ولقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ما صنع بهما، ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالا، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن فلان أعطيتهما بين 10 إلى 100 ولم يقل ذلك، إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته متأبطها وهي نار، وهي نار. فقال عمر: فلما تعطيهما هو نار؟ فقال: يأبون إلا أن يسألوني وأبى الله لي البخل. يعلم أن فلان لا يستحق، ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا. وعن ابن عباس قال، وهذا حديث قال العراقي عنه: لم أقف له على أصل. وفي سنده أبو بكر النقاش صاحب مناكير، صاحب مناكير، أحاديث منكرة، ولكن نقرأ لعل في المعنى شيء. الجود جود الله تعالى، نعم صحيح، فجود يجود الله، يجد الله عليكم، يجد الله عليكم من الجود، لأنه يجد يعني يجد عليكم شيء، هذه يعني ليست ال نعم، إلا أن الله عز وجل يعني لو وجدت في قلبي شيء تجاهك معناه مسألة سلبية. ألا إن الله عز وجل خلق الجود فجعله في صورة رجل وجعل أسه راسخا، يعني كما نقول نحن حجر الأساس، الجذر، الأساس كأساس البناء، وجعل أسه راسخا في أصل الشجرة طوبى، وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى. طبعا الواضح المعنى الذي لا يصح، خيال واسع ومعنى لا يصح. في الأول لما ظلينا في قضية الجود ماشي، أما
شد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى ودل بعض أغصانها للدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله الجنة مجازا. ما أقوله في المجاز، يعني لو أمسك الإنسان، يعني قال مثلا، لو قال فلان من الناس يصحبني الجود كصديق لي يتأبطني وأتأبطه، مجاز يصير. ألا إن السخاء من الإيمان؟ نعم. والإيمان في الجنة؟ نعم. وخلق البخل من مقته وجعل أصله راسخا في أصل شجرة الزقوم، لعل البخل يؤدي إلى تلك، ولكن يعني إن شاء الله إيش يعفو الله عز وجل عن كثير، لكنها تكره صورة، تكره قضية في قضية البخل. فمن تعلق بغصن منها أدخله النار، ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار. وورد السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يجو الجنة إلا سخي، والبخل شجرة تنبت في النار فلا يجو النار إلا بخيل. المعنى هو هنالك ارتباط بين الكرم وبين الجنة، وهنالك ارتباط بين البخل والنار، وليست قضية قضية على إطلاقها. يعني مثل حاتم الطائي ذكر أنه أراد أن يذكر، كان كريما نعم، وفعل ما لا يفعله كثير من الناس نعم، وحادثته نادرة في الناس نعم، لكنه أراد أن يذكر، أراد أن يذكر، وهذا ها نحن نذكره، فما علاقة ذلك بالجنة؟ واضح. أما ما كان مع الإيمان ومع العمل الصالح ومع صلاح النية، وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان: من سيدكم يا بني لحيان؟ قالوا: سيدنا جد بن قيس، إلا أنه رجل فيه بخل. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ البخل أورط من إيش؟ من وجع الرأس. ممكن نذكر إيش؟ شيئا آخر. وأي داء أدوأ من البخل؟ أدوأ يعني مرض أسوأ من مغسل البطن. ولا نذكر الأمراض كلها. وأي داء أدوى من البخل؟ ولكن سيدكم عمرو بن الجموح. وهنالك العكس من ذلك، هذه الرواية حينما أخرجها الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم، قال بني سلمة بدلا من بني لحيان، وقال سيدكم بشر بن البراء بدل عمرو بن الجموح. وفي رواية أنهم قالوا سيدنا جد بن قيس، فقال بما تسودونه؟ قالوا إنه أكثرنا مالا. معكوس المسألة. وإن على ذلك لنزنه بالبخل، فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ ليس ذلك سيدكم. قالوا: فمن سيدنا رسول الله؟ قال: سيدكم بشر بن البراء. هذا الذي رواه الحاكم، وأما الأول فرواه الطبراني بإسناد حسن. وقد روي أيضا إن الله لا أصل له عند العراقي، إن الله يبغض البخيل في حياته، السخية عند موته، يجرجر الأيام والأسابيع والشهور والسنين وهو بخيل، ثم قبل أن يتوفى بده يصرف له هالقرشين، مظنة إنه إيش؟ حسن الخاتم إن شاء الله. هنا يقول السخي عند موته إنه مبغوض،
طول العمر وانت شادد الآن. لكن مع ذلك نقول ايش؟ من كان بخيلا فليغير ويبدل، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. والسخي الجهول أحب الله تعالى من العابد البخيل. نعم، عابد ولكن حينما تصل إلى مال إيش يمسك يده، شغل ما بتكلفه يجتهد فيها. بخيل، هل يصوم يصلي؟ نعم بخيل. أنا معك، الأصل فيها، الأصل فيها كل الناس، نقول كل الناس، كل أريد به بعض. في رمضان بتفطن عزيمة الرحم، مش هيك؟ في شعبان بسموها شعبونية، في رمضان نقول عزيمة الرحم، على الأقل فطن في رمضان. طيب باقي السنة أوليسوا رحم؟ أوليسوا رحم؟ والرحم الرجال والنساء، وفي ثقافتنا جعلوها النساء. أخوك رحم، أخوك ماله؟ ألم تخرجا من نفس الرحم؟ الأخ الشقيق، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد وإن كان في إسناده اختلاف، رواه النسائي. وخصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. ولا ينبغي المؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا. نعم، وروى الطبراني عن نافع قال: سمع ابن عمر رجل يقول: الشحيح أعذر من الظالم. قال ابن عمر: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشحيح لا يدخل الجنة، فليس أوله. على كل حال هذا الحديث ليس أوله مرفوعا. يقول قائلكم: الشحيح أعذر من الظالم، وأي ظلم أظلم عند الله من الشح؟ حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله: لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل. ما كان في الإسناد شيء. الزيادة فيه وهو أصلاً هو أصلاً مبالغ فيه، أو هو طرف مذموم. قلنا عن الفضيلة أنها إجمالاً، الفضيلة وسط بين طرفين مذمومين، الفضيلة وسط بين طرفين مذمومين، إفراط وتفريط. الإفراط الزيادة المذمومة، والتفريط النقصان المذموم. فالفضيلة الكرم، والزيادة المذمومة الإسراف، الإسراف، والنقصان المذموم هو البخل. فالفضيلة تكون وسطا، والوسط، والوسط وسط فلان غير عن وسط فلان. هذا معاشه 1000 وهذا معاشه 1000000، فكيف يكون؟ ورب درهم سبق 1000 درهم. لكن القضية الأساسية، لا يقول مثلا صاحب 1000000: هاي أنا وأخوي أنفقنا نفس الشيء، هو دفع 500 وأنا دفعت 500. طب أنت مليونير، واضح؟ وكذلك الإسراف بالنسبة لكليهما. فلو صاحب 1000 اللي هي الدخل مثلا الشهري أنفقها كلها في شراء التحف، أسرف. وصاحب 1000000 يعني 1000
على كل حال والحديث التالي عجيب باطل لا أصل له. نعم نقرأه مع التذكر أنه إيش باطل. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة ويقول بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذنبك صفه لي؟ قال هو أعظم من أن أصفه لك. قال ويحك، ذنبك أعظم أم الأرضون؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال ويحك، ذنبك أعظم أم الجبال؟ قال بل ذنبي أعظم يا رسول الله. قال فذنبك أعظم أم البحار؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال فذنبك أعظم أم السماوات؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال فذنبك أعظم أم العرش؟ قال بل ذنبي أعظم يا رسول الله. قال فذنبك أعظم أم الله؟ قال بل الله أعظم وأعلى، بل الله أعظم وأعلى. قال ويحك، فصف لي ذنب. قال رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني ليسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من النار. نار طبعا لا يصح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليسأل الرجل عن ذنبه، ما كان ليسأل الرجل عن إيش؟ عن ذنبه. ستره الله عز وجل ويكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ليسأل الرجل عن ذنبه. يلتقي بناس يقول لفلان شو أذنبت اليوم؟ ولكن حقا الله عز وجل أعظم وأعلى. نعم، فمهما كان الذنب عظيما كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، بسيطة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يرجع حاله بطل بخيل. نعم شوف النار خلاص. احنا بنقول بالعاميه في دمه. شو بنقول بالعاميه؟ في دمه. الكريم لا يستطيع ان يمتنع عن الكرم، والبخيل بحاجه الى دربه، بحاجه الى مقاومه لهذا البخل. طيب يا سيدي، لو الرجال كريم والمرأة بخيله شو العمل في الحاله هذه؟ أنت تتحدث عن زوجين، الرجل كريم والمرأة بخيلة، أو المرأة كريمة والرجل بخيل. بسيطة، إذا كان هو بخيلا وهي كريمة تنفق ما استطاعت من ماله حتى، لكن بالمعروف. ليه؟ تقول له هذا بدي أنا إيش؟ بدي مصروف، ومن هذا المصروف تنفق إن شاء الله، أو تأخذ إذن عام او اللي هو، او تحطه تحت الامر الواقع. ما هو احنا نتحدث عن هذا الكلام. اما هو اذا كانت مثل معكوسه هو الكريم وهي هو بالضروره انه ليل نهار ظلكم تاخذوا اذون من حتى حينما تتصدقون بحاجه الى اذنها. اسمعوني جيدا، وصل الحال بنا انك لا تستطيع ان تتصدق إلا بعد ما تأخذ إذن منها. شو بدك تقول يوم القيامة؟ شوفوا الآن النص اللي موجود في التوراة ولا يصح أن يكون من التوراة، يعني التوراة التي بين أيدي القوم اللي هو العهد القديم كما يقولون، سفر التكوين وهو السفر الأول. يا أبا مروان اصبر، في هذا السفر يخاطب سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو نبي، النبي وهو رسول. صحف إبراهيم، قالوا الفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول لديه رسالة. صحف إبراهيم معناته نبي رسول، مش هيك؟ والأنبياء والرسل بعثوا للناس كافة حتى يؤمنوا بهم، ينصاعوا لهم، ينصاعوا لأمر الله عز وجل. لكن النص في التوراة الموجودة بين أيدي القوم تقول في كل ما تقوله لك سارة فاستمعي،
لها. يصح الخطاب إنه في كل ما تقول لك سارة فاستمع لها. مين النبي، هي ولا هو؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. طاعة شيك. هذا نتنياهو زوجته سارة رافعة حتى الآن ثماني قضايا في المحاكم بده. لا، قضية التشهير، قضية التشهير اللي بظل يقولوا عن سارة 1 2 3 بيرفع عليهم ايش؟ قضية تشهير. أنقذهما الله عز وجل. لا، ما أنقذهما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.